وأنا جاي من مسقط كنت ناوي أني أوصل للطفلة وأقدم بنفسي لها هدية، ولكن الحين عاد صارت الساعة 10 وإحنا بعدنا ما وصلنا سمايل، فأكيد الطفلة نايمة، فأنا بوصل هذا التاب لوالدها، ويا حبيبتي هذا هدية من عمك محمد المخيني، ونسأل الله أن يشافيك ويعافيك ويقومك بالسلام يا رب. فخر يا أهلا وسهلا يا أخي يا أخي هالشنبات هذه لازم أبو حمد حبيبي لازم. أول حاجة أنت حلقة الوصل بيننا وبين أبو الطفلة، الله يسعدك فجزاك الله خير، بارك الله. أول حاجة هذا الجهاز لمن للطفلة بعد ما خلصنا صبر يزيد والله نزيده وهذه الساعة لها ما زيده أي، وهذه القلم علشان الايباد التاب، وهذا الطقم الشعله يروح ايضا لها، وهذا يروح المصر الكشخه لوالدها، هذا كل الهدايا لهم وصلا وصلات ان شاء الله، واذا ما ردهن اذا ما وصلن امانه راهن اخاف هذا يقول رايح الدوام، هذا يقول راح الدوام، والله متعني عشانكم وراجع، وسلم عليه سلام وايد. ريحة العود هذا اللي فيك من وين؟ كمبودي حبيبي. انت فاتح محل عود؟ نعم. بالله عليك وين مكانه؟ جنب جامعة نزوة. بحط سنابك السوق الجديد اللي يبقى عود يتواصل عندك. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.